وسط أجواء مشحونة بالتوترات المتصاعدة، تطل أنباء عن نية إسرائيلية لشن حرب برية على لبنان، وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى انقسام داخل القيادة الإسرائيلية، حيث يدفع قائد المنطقة الشمالية نحو توغل واسع في الأراضي اللبنانية، بينما يبدي كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان تحفظات حول شن حرب شاملة ضد حزب الله. وفي اختراق أمني هو الأكبر، أصيب المئات من حزب الله بانفجار أجهزة اتصال محمولة يستخدمونها في لبنان. وقد ألمح مستشار نتنياهو إلى أن إسرائيل وراء تفجير أجهزة الاتصالات التابعة لعناصر حزب الله، فيما أكد مصدر أمني في لبنان أن انفجار أجهزة الاتصال سببه اختراق بواسطة تقنية لاسلكية. على الجانب الآخر، لا تزال تداعيات الصاروخ اليمني مستمرة في إشعال الساحة الإقليمية، فقد وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار رسالة إلى جماعة الحوثي، عبر فيها عن شكره لهم على الدعم المستمر، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض معركة استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل. زيادة مستوى التنسيق في محور المقاومة يقابله حالة من الانقسام والتخوف من خسارة الحرب في غزة، والتي عبر عنها بوضوح القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، وقال إن حماس ستنتصر في الحرب وستلعب دورا حاسما في مستقبل غزة. وفي ظل التحركات الإسرائيلية المكثفة لشن عملية عسكرية في لبنان، أكد قيادي حوثي استعداد جماعته لإرسال آلاف المقاتلين لدعم حزب الله إذا اتسعت رقعة المواجهة مع إسرائيل. على صعيد آخر، كشف القيادي محمد البخيتي عن تلقي جماعته إغراءات أمريكية للاعتراف بحكومة صنعاء مقابل إيقاف الهجمات على إسرائيل. تصريحات جاءت بعد وصول صاروخ فرط صوتي أطلقه الحوثيون إلى قلب إسرائيل، وقد أحدث حالة من الهلع بسبب فشل منظومة الدفاع الإسرائيلية. وتزامنا مع هذه التطورات، يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مصر، ولأول مرة لا تشمل جولته إسرائيل، والهدف بحث مفاوضات إيقاف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى. وفي سياق متصل، جاء الموقف الروسي واضحا برفضه للتصعيد في المنطقة، حيث حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن مسؤولية استمرار العنف في فلسطين. هكذا بات الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل وتهور نتنياهو وتهديده المستمر بحرب على لبنان يضع المنطقة والعالم بأسره على حافة حرب شاملة لا تبقي ولا تذر.